تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية ما هي التوقعات لأداء الدولار بعد حالة التذبذب التي شهدناها في بداية التعاملات؟ هل تتوقعين أن يبقى ضمن أعلى مستوياته منذ 20 عاما؟ صباح الخير. طبعا عندما نتحدث عن الدولار الامريكي علينا الا نغفل استمرار ارتفاعه مقابل اغلب العملات الرئيسيه، وبالرغم من افتتاح التداولات الاسبوعيه بالامس على تراجعات طفيفه، ولكن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله مقابل 6 عملات رئيسيه لا يزال ضمن مستويات ال 114 مقابل اغلب العملات. ياتي هذا في الوقت طبعا الذي ننتظر فيه شهاده محافظ الفيدرالي الامريكي جيروم باول امام مجلس الشيوخ اليوم وغدا، ويعني اغلب التوقعات تدعم استمرار الفيدرالي الامريكي طبعا في رفع الفائده وتشديد وتيره السياسه النقديه بوتيره قويه، والتي تدعم ارتفاع الدولار بقوه مقابل اغلب العملات، خاصه ان الدولار الان يتعامل كعمله اساسيه او عمله ملاذ امن في الوقت الذي تسيطر فيه مخاوف الركود الاقتصادي طبعا بسبب سياسات التشديد النقدي القويه، وبسبب طبعا ان الوضع الاقتصادي في الولايات المتحده لا يزال افضل نوعا ما مقارنه ب بقية البنوك المركزية التي تعاني من استمرار ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها تاريخيا في تلك الدول، واستمرار التباطؤ الاقتصادي واستمرار حالة الركود الاقتصادي ومخاوف الركود التي أصبحت تسيطر على الأجواء، على خلاف الولايات المتحدة أو الاقتصاد الأمريكي. فبالرغم من استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، ولكن أغلب تصريحات أعضاء البنوك الفيدرالي الأمريكي وبالأخص جيروم باول محافظ البنك يؤكد على أن أغلب القطاعات تعاني من بعض الضعف، ولكنها مستمرة في وتيرة تعافيها، وأن الوضع الحالي وبالأخص مع استقرار معدلات التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ ثمانينات القرن الماضي يؤكد على استمرار الفيدرالي الأمريكي في وتيرة التشديد النقدي، حتى أنه توقع أنه بحلول نهاية العام قد تصل معدلات الفائدة ل 4.4%، وهذا يعطي ملامح للاستثمار في عمليات شراء الدولار الامريكي على المدى المتوسط. نعم اماني، لكن هنالك ارتفاع واضح في عوائد السندات الامريكيه تحديدا لاجال 10 سنوات، ما هو المؤشر الذي يقدمه ارتفاع عوائد السندات في ظل هذا التذبذب في بدايه تعاملات هذا الاسبوع للدولار؟ طبعا عوائد ارتفاع عوائد السندات الامريكيه من اهم العوامل التي دعمت ارتفاع الدولار الامريكي، خاصه وان كما اشرت ان مخاوف الركود الاقتصادي تتسبب في الهروب للملاذات الامنه ويعني الاصول ذات العائد المنخفض مثل السندات طويله الاجل، حيث يذهب اليها المستثمرون مع مخاوف الركود الاقتصادي ومخاوف التباطؤ النمو الاقتصادي وحالة العزوف عن المخاطرة، وبالتالي استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لا هي إلا دليل على استمرار المخاوف من احتمالات التباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والهروب الى الملاذات الامنه، وهو ما دعم ارتفاع الدولار الامريكي مقابل اغلب العملات الرئيسيه، وان استمرار ارتفاع العوائد السندات تضغط على بقيه العملات الاخرى وبالاخص طبعا السلع مثل الذهب، حيث وجدنا ان الذهب يعاني من ضغوطات قويه او ضغوطات بيعيه مع ارتفاع عوائد السندات التي تدعم الدولار الامريكي والابتعاد عن الاصول بدون عائد مثل اسعار الذهب، وبالتالي وجدنا ان ارتفاع عوائد السندات لا تزال تدعم ارتفاع الدولار الامريكي وتضغط على بقيه العملات والسلع مثل الذهب. نعم اماني، الانظار تتجه مباشره نحو الجنيه الاسترليني، تراجعات الاقل مستويات منذ 40 عاما، هل تتوقعين ان يتخذ بنك انجلترا تحركات فوريه لانقاذ الجنيه الاسترليني، ام التخوفات من الركود الاقتصادي ستحد من هذه القرارات؟ نعم بالفعل، الجنيه الاسترليني من اكثر العملات التي عانت من تقلبات قويه، وبالاخص طبعا بعدما انهارت الجنيه الاسترليني في الاسبوع الماضي وبدات تداولاتها هذا الاسبوع عند 1.03 تلك المستويات لم يصلها منذ ثمانينات القرن الماضي وبالتحديد منذ عام 1985، في الوقت على الرغم من رفع البنك انجلترا المركزي الفائده ب 50 نقطه اساس، ولكن طبعا انكماش القطاعات الرئيسيه مثل القطاع التصنيعي والخدمي يؤكد على احتمالات ركود الاقتصاد البريطاني، وهو ما استدعى لتدخل الحكومه البريطانيه وخفض الضرائب لمستويات قياسيه في محاوله لدعم الاستثمارات وتشجيع الوضع الاقتصادي البريطاني ومنع انهياره من الركود، ولكن علينا الوضع ايضا بعين الاعتبار ان خفض الضرائب بتلك الوتيره قد تضغط على الاسعار وقد تساهم في ارتفاع الاسعار، وهو ما يحاول البنك المركزي البريطاني تشديد السياسه النقديه ورفع الفائده في محاوله للسيطره على تلك الارتفاعات، وبالتالي نحن
الآن أمام تباين واضح في السياسات النقدية والمالية ما بين رفع الفائدة والاستمرار في رفع الفائدة للدعم يعني الضغط على ارتفاع الأسعار والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وما بين يعني خطى الحكومة في محاولة لدعم الاقتصاد ومنع انهياره إلى الركود. ولكن بوجه عام لا يزال الاقتصاد البريطاني يعاني من ضغوطات، سواء بانكماش القطاعات الرئيسية أو سواء بنقص إمدادات الطاقة والدخول في فصل الشتاء والذي يؤثر على الاقتصاد في نهاية المطاف. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أمان رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.